السلام عليكم، اهلا بكم في قناه مستر وائل الساينس. ابنائي وبناتي طلبه الصف الخامس الابتدائي الترم الاول، كنا بنتكلم في يونت 1 كونسبت 1 3. خلصنا ليسون 4 اللي اتكلمنا فيها عن الهابيتات لوس وعن البلاستيك بيولوجي. الموضوع ده مهم يا شباب، وارجو ان نكون نذاكر كويس. هنحل النهارده اكسرسايز ليسون 4، هسيب 5 سكند بعد كل سؤال علشان تجاوبوا صح ان شاء الله. تشوز ذا كوركت انسر يا شباب. healthy marine environment is important for survival of يا ترى human ولا lions ولا fish ولا deers؟ سؤال سهل جدا يا شباب. 5 second طبعا survival of fish. طيب all the following are healthy resources for marine food web except كل دول healthy للmarine food web ما عدا المارين food web محتاجة clean water وclean food طبعا، محتاجة clean food وشيلتر، محتاجة clean shelter ووتر، محتاجة polluted water وفود وشيلتر. عايز healthy resource للمارين food web، كل دول ينفعوا except مين؟ 5 second خلصوا يا شباب. طبعا مش عايز polluted water ولا polluted food ولا polluted shelter. اوكي. When the marine habitat are destroyed the number of living organisms in this food web is طب المارين هابيتات ديسترويد يبقى الليفنج اورجانيزم هيحصل له ايه؟ انكريز ولا ديكريز ولا نوت تشينجد ولا دبلت؟ سؤال سهل جدا. 5 سكند يا شباب. طبعا بالديكريز. اوكي وممكن دايد وممكن اكستنكت كمان. طب all the following may occur due to habitat loss فقدنا الهابيتات بتاعتنا، كل دول ممكن يحصلوا اكسبت increasing of population وقلنا population the number of living organism species او organisms in species يعني that live in ecosystem عددهم هيزيد يعني. طيب decreasing of population طب extinction of some organisms انقراضهم. طيب decreasing of resource. سؤال تاني يا شباب. all the following will occur due to habitat loss ما عدا مين في دول؟ 5 seconds. ما عدا طبعا increasing population. ازاي البوبيليشن هتزيد احنا هابيتات لوس؟ صح كده؟ تمام. coral reefs are considered as living organism طب بكتيريا طب ecosystem طب fungi. 5 second يا شباب. اوكي coral reefs are considered as living organism، مفيش اي جمله تاني اول اي اختيار تاني ينفع، صح كده؟ تمام. When water temperature increases. Okay. Algae leave tissue of eel. Algae هتسيب التيشو of eel. So they become bleached. هيصبحوا لونهم أبيض. Okay. A seabird ولا coral reefs ولا كليم ولا الشارك. قلنا الكليم ده اللي هو القوقع. القوقع اللي موجود ده اللي بيأكل السي ستار. Okay. يا شباب. لما temperature بتاعت الووتر increase. الالجي هتسيب ايه بقى؟ leave التيشو بتاع ايه؟ لا يحصل لها بليشنج. ده ما اسمه اسمها يا شباب، صح كده؟ تمام. طبعا الاجابه coral reefs، صح يا شباب. اوكي as a result of coral reef bleaching they will be increased ولا enlarged ولا survive ولا die. survive يعني يقدروا survival عايشين يعني. increase ولا enlarged ولا survived ولا died هيموتوا. سؤال سهل جدا يا شباب. died هيموتوا طبعا. اوكي حلو جدا. بلاستيك ويست ماتيريال كوز اول ذا فولوينج تو ذا مارين انفايرمنت اكسبت ما عدا، هيعملوا كل البلاستيك بوليوشن كده او البلاستيك ويست ماتيريال دول هيعملوا كل دول ما عدا، هيعملوا بريكنج ان فود ويب طب هيعملوا بوليوشن اوف ووتر طب هيعملوا انكريز اوف بوبيليشن النمبر اوف ليفينج اورجانيزم يعني هيزيد طب ديكريزنج اوف بوبيليشن. البلاستيك ويست ماتيريال هيعمل كل ده اكسبت. 5 سكند يا شباب. الاجابه سهله جدا طبعا. 5 second time increasing in population او increasing of population، صح يا شباب. طيب both of sea turtle and eel are present in the same marine food chain. احنا قلنا السي تيرتل بتاكل ايه؟ ها اوكي فالسي تيرتل مع ايه بقى؟ هم اللي موجودين في the same marine food chain. طيب مع الديرز طب مع الجيلي فيش طب مع الايجلز طب مع التايجرز. سؤال بسيط. اوكي 5 سكند خلصوا. طبعا مع الجيلي فيش، هي بتاكل الجيلي فيش وبعدين الدير والايجل والتايجر دول مش عايشين في الميه اصلا. اوكي وين كورال ريفز ماله بقى؟
وين كورال ريفز حصل لها ايه؟ ذا سي ووتر زي ماي انجست مايكروبلاستيك. وانا لما قلت كورال ريف بتاكل ازاي، قلت بتدخل الميه بالفود بتاعها تعمل فلتريشن، يعني تفلتر كده، تاخد الفود ماتيريال بتاعتها وتطلع الووتر، صح؟ هتعمل فلتر كده، الميه بالفود تخش تعمل فلتر كده، الميه تعدي وتحبس. ان كان عارف ماما لما تيجي تصفي المكرونه كده وهي بتسلق المكرونه، فبتروح ماما جايبه المصفى كده، اوكي، السيف بتاعتها كده اللي مخرمه كده، وتروح دلقه المكرونه بالميه كده بعد ما ايه، بعد ما سلقت المكرونه يعني، فالميه كلها نازل تنزل تحت كده، صح كده، وتفضل لها هنا ايه، تفضل لها هنا المكرونه. هي بالظبط نفس الفكره يعني، تمام. الكورال ريف تروح مدخله الميه بالفود كده جوه كافيتي معين ما عندها كده، حسب بقى الاستراكشر بتاعها يعني، تروح مدخله الميه بالاكل كده تعمل فلتر، تخرج لك الميه تاني وتحوش ايه، او يعني تراب يعني، او تعمل سيفنج يعني، تفلتر ايه، تفلتر الفود ماتيريال بتاعتها. نقرا السؤال تاني. وين كورال ريف هتعمل ايه في ستي ووتر؟ زي ماي انجست مايكرو اورجانيزم او مايكرو بلاستيك. اوكي، طيب ايفابوريت ولا فلتر ولا كول ولا وور؟ يعني لسه قايل الكلمه، تمام كده. لما الكورال ريف تعمل ايه في السي ووتر؟ زي ماي انجست مايكرو بلاستيك. اوكي، طبعا فلتر يا شباب، لسه قايلنا حال. طيب كورال ريف ار نيجاتيفلي افكتد، كورال ريف بقى بتتاثر نيجاتيفلي بايه؟ رايزنج ووتر تمبريتشر اونلي، طيب انجستنج مايكروبلاستيك اونلي، طب بوث اوف رايزنج تمبريتشر اند انجستنج مايكروبلاستيك، طب نايزر نور بقى يعني، ولا ده ولا ده، نايزر رايزنج اوف تمبريتشر نور انجستنج بلاستيك او مايكروبلاستيك. اوكي، معاكم 5 سكند يا شباب. سؤال سهل جدا، تكرار ريب نيجاتيفلي افكتد باي 5 سكند تايم باي بوث اوف رايزنج اوف تمبريتشر اند انجستنج مايكروبلاستيك، تمام يا شباب. وترو اور فولس، طيب هيلثي هابيتات بروفايد ليفنج اورجانيزم ويز كلين ووتر وهيلثي فود ووتر، الهيلثي هابيتات بتعمل كده في الليفنج اورجانيزم، بتدين كلين اير وهيلثي فود بتدلعهم اهي ووتر، طبعا الكلام ده فوق يا شباب. طيب ذا فلو اوف انرجي ان فود ويب از نوت افكتد وين ذا ناتشورال هابيتات ار ديسترويد، يعني الهابيتات ديسترويد واحنا عايشين حياتنا زي الفل، طبعا الكلام ده مش هيحصل، مش هديك فرصه تجاوبه، صح كده؟ تمام. هيومن اكتيفيتي امباكت ذا نون ليفنج ثينجز ان ايكو سيستم، احنا كده ممكن ندمر نون ليفنج ثينج زي الاير زي الووتر زي السويل، ما دول نون ليفنج ثينج، صح كده؟ احنا كهيومن اكتيفيتي امباكت بنأثر في نون ليفنج ثينج ان ان ايكو سيستم، الكلام ده ترو ولا فولس يا شباب؟ الكلام ده ترو طبعا يا شباب. طيب هيلثي كورال ريف هاف نو بنفيت، ملهاش اي فايده، تو فيش بات زي ار امبورتنت فور توريزم، يعني احنا بس عايزينها للسياحه، انما هي ملهاش اي لازمه للفيش ولا للمارين ليفنج اورجانيزم. فولس اور ترو يا شباب؟ طبعا فولس يا شباب. وين ذا تمبريتشر اوف سي ووتر ديكريز يعني بقت كولد ووتر، صح كده؟ صح يا شباب؟ تمام. كورال ريف ريسيف مور الجي، يعني هي كده التمبريتشر بتاعت السي ووتر ديكريز يعني بقت كولد، وده كولد في مصلحه الكورال ريف ولا مش في مصلحتها؟ في مصلحتها طبعا، هي عايزه كولد ووتر، صح كده؟ طيب الكورال ريف بقى وهي كده مظبطه اهي في التمبريتشر ريسيف مور الجي، طب هي هتعيش زي الفل وتسيب مور الجي وتحلو كده والوانها تبقى انترستنج كده. طيب كورال بليشنج اوكيرا ذا ريزلت اوف ثروينج بلاستيك ان سي ووتر، 5 سكند يا شباب ركزوا لو سمحتوا. كورال بليشنج اوكيرا ذا ريزلت اوف ثروينج بلاستيك ان سي ووتر، لما نرمي بلاستيك في السي ووتر ونعمل بلاستيك بوليوشن ده بيعمل كورال بليشنج، فكروا لو سمحت يا شباب. طبعا هيعمل كورال بليشنج، ما هي الكورال بليشنج اه صحيح انا قلت بتحصل باي رايزنج تمبريتشر، بس قلت برضو ان لما نعمل ثروينج البلاستيك ويتحول لمايكرو بلاستيك، فالكورال ريف دي انجست المايكرو بلاستيك وبرضو جيت دايت، ولما جيت دايت هيحصل لها برضو كورال ريف بليشنج، هتموت وتتحول للون الابيض ده، فيبقى هيحصل الثروينج بلاستيك هيساعد كده يا شباب. طيب ليفنج اورجانيزم ان سي اند اوشن كان نوت ديفرنشيت بتوين ريال فود اند بلاستيك ويست ماتيريال، المارين كرييتشر دول المارين ليفنج اورجانيزم دول ما بيقدروش يفرقوا ما بين الريال فود والبلاستيك ويست ماتيريال، ترو اور فولس يا شباب؟ طبعا الكلام ده ترو.
ومحدش يستغرب يا شباب، يقول يعني هي التيرتل دي مش عارفه تفرق بين الريال فود الجيلي فيش والمايكرو والبلاستيك بوليوشن، كيس البلاستيك ده مش عارفه تفرق بينهم. اه يا شباب ما تقارنش تفكيرك انت والنيرفس سيستم بتاعك انت بالحاجات اللي ربنا اداها نيرفس سيستم او برين على قدها دي. ثانيا ما واحنا صغيرين ياما ماما ضحكت علينا تمام كده واديتنا مثلا ما بحبش انا البسله وقالت لك دي فاصوليا ولا حاجه وانت كلتها عادي جدا يعني، ما انت لسه كنت انت تضحك عليك انا يعني الترتل مش هيضحك عليها وانا اضحك عليا ما تزعلش يعني. اوكي. جيلي فيش كان جيت اتس انرجي باي ايتنج ذا سي ترتل، الجيلي فيش هو اللي بياكل السي ترتل، جيلي فيش كان جيت اتس انرجي يعني ياخد الفود بتاعه باي ايتنج السي ترتل ولا العكس يا شباب؟ طبعا العكس، السي ترتل هي اللي بتاكل الايه؟ الجيلي فيش. طب الالترا فايلوت راي كومينج فروم سن بريك داون بلاستيك ويستس انتو مايكرو بلاستيك 5 سكند يا شباب. طبعا الكلام ده ترو يا شباب. طيب كورال ريبس فلتر ذا سي ووتر تو جيت زير نيدد فود، كورال ريب بتفلتر السي ووتر عشان تاخد النيدد فود بتاعها، طبعا الكلام ده ترو يا شباب. اوكي رايت ساينتفك تيرم فور ايتش اوف ذا فولوينج، it is a condition in which coral reef turn completely into white color. ايه بقى الكونديشن ده؟ اسمه ايه يا شباب؟ 5 seconds. اسمه coral bleaching يا شباب. اوكي تمام. They are rays coming from sun that break down plastic product into microplastic. الريز اللي جايه من الصن اللي بتعمل بريك داون للبلاستيك وتحوله لمايكروبلاستيك اسمها ايه الري دي؟ جاوبتوا ها؟ 5 سكند يا شباب اسمها الترا فايلت. اوكي هكتبها عشان هي مش مكتوبه فانا هكتبها ها؟ اوكي مش مكتوبه، هي كانت مكتوبه يو في بس يو في معروفه جدا انها الترا فايلت يعني اسمها الترا، خط حلوه الترا فايلت. اوكي تمام يا شباب. Some pieces of plastic in the size of rice grain. أنا بكتب scientific term. عايز small pieces كده of plastic in the size of rice grain. And they cause harm to marine organisms. اسمها إيه الـ small pieces بتاعت البلاستيك دي اللي في الحجم حباية الرز كده rice grain و cause harm للمارين organism. 5 seconds يا شباب. أوكي اسمها micro plastic. صح يا شباب. كملوا بقى بلاستيك. طيب it is a process that people can do for plastic wastes، اعملها للبلاستيك ويست ماتيريال instead of throwing them in sea and ocean. نعمل ايه كده في البلاستيك ويست ماتيريال افضل لنا بدل ما نرميهم كده في السي والاوشن ونعمل ديستروي للهابيتات بتاعه المارين اورجانيزم، نعمل فيها ايه؟ نعمل فيها ريسايكلينج يا شباب. صح كده ريسايكلينج، كملوا الكلمه يا شباب. طيب complete the following senses using this word extinction overfishing shelter toxic predator. okay healthy natural resources include the healthy natural resources ايه يا شباب؟ clean air طب healthy food water and اكيد suitable shelter. اكيد suitable shelter صح كده suitable shelter. shelter يعني البيت بتاعنا ها shelter. اوكي كملوها يا شباب خلصنا shelter. طب the human activity that directly decrease the marine population is ايه الهيومن اكتيفيتي بتاعتنا اللي بتاثر دايركتلي مباشره في اللحظه كده في المارين بوبيوليشن؟ يعني انا لو رميت بلاستيك هياثر بس على اللونج رن شويه، لسه بقى يمكن سمكه تاكلها يمكن ترتل تشوفها هتتحول لمايك ده هياخد وقت، انما انا هعمل حاجه كده دلوقتي حالا هتاثر على المارين بوبيوليشن. انهي حاجه في دول؟ ان انا اعمل اكستنكشن ولا اوفر فيشنج ولا توكسيك ولا بريديتور؟ ان انا اعمل اوفر فيشنج ده هتأثر وقتي صح كده؟ وقت يعني حالا انا عملت اوفر فيشنج المارين بقيت السمك مش هلاقيها صح كده؟ تمام. طيب هابيتات لوس از نوت اونلي ديكريز مارين بوبيوليشن بات اولسو ات از ون اوف ذا مين كوز اوف، احنا بس مش هنقلل العدد ده احنا ممكن نعمل استنكشن صح كده؟ استنكشن. اوكي يا شباب كملوا الكلمه. طيب اوكي وين a sea turtle eats a jellyfish لما السي ترتل كده تاكل الجيليفيش this means that the sea turtle is a living organism. السي ترتل كلت الجيليفيش ده معناه ان السي ترتل is predator صح كده؟ ده معناها انها ايه؟ predator. تمام؟ طب واحنا نسينا حاجه ولا توكسيك مش هتتملي؟ ما نسيناش حاجه؟
ولا في كماله؟ اه لا في كماله، في توكسيك مفيش غيرها بقى، اوكي توكسيك هناخدها هنا، اوكي توكسيك هنا، تمام نتاكد بقى ان توكسيك هنا. طيب بلاستيك ويست ماتيريال ار فيري هارمفول تو مارين اورجانيزم بيكوز زي ار توكسيك اند شارك، صح يا شباب؟ اوكي جيف ريزون فور يا شباب ونو ايديال انسر زي ما اتفق. طيب كورال ريفز ار امبورتنت فور هيومن كوميونيتي، ها فور هيومن كوميونيتي، اوكي اتفقنا يا شباب، اتفضلوا معاكم 10 سكندز. اوكي يا شباب بيكوز كورال ريفز از دايفيرس انترستنج وورلد ذات از وان اوف ذا مين ريزون فور توريزم تو انكريز ذا انكم فروم فيزيتورز اند انكم اوف لوكال هوتيلز اند انكم اوف لوكال ريستوران اند اذر بزنس، صح يا شباب؟ اوكي طيب جيف ريزون فور كورال بليشنج هابن وين ذا ووتر تمبريتشر رايزز او انكريز، معاكم 10 سكندز يا شباب فكروا في الاجابه، ليه هيحصل كولار بليشنج لو التمبريتشر بتاعت الووتر انكريز او رايزز؟ اوكي بيكوز ان وورم ووتر او وين ذا تمبريتشر اوف ووتر انكريز ذا كولار ريف جيت ريد اوف اتس الجي، الجي اللي هي اللي هي اللي هي عايشه جواها، سو ات تيرنز كومبليتلي انتو وايت كولر ويتش ريزلتنج ان كولار بليشنج، صح كده؟ تمام. طيب برضو give reason both of rising water temperature and ingesting microplastic are harmful for coral reef، زيادة temperature و ingesting microplastic الاتنين كده harmful لcoral reefs، معاكم يا شباب because coral reef will die and coral reef bleaching will okay كده okay. طيب study the following figures in both true or false. ايه ده؟ ده الجيلي فيش يا شباب اللي بتاكلوا الترتل، ها؟ اوكي ده السي ترتل وده طبعا بلاستيك برودكت ان ووتر، ده بلاستيك بوليوشن. طيب وي كان درو ارو بتوين بلاستيك برودكت، احنا نقدر نرسم ارو سهم كده بين البلاستيك برودكت ومين بقى؟ بين البلاستيك برودكت والجيلي فيش اند والجيلي فيش اند سي ترتل تو ديزاين فود تشين. اه ركزوا يا شباب، ها احنا نقدر نرسم سهم كده في الفود تشين، كاننا نرسم فود تشين، نقدر نرسم ارو كده من البلاستيك برودكت، يعني البلاستيك برودكت تاكلوا الجيلي فيش، نكمل كده تاكلوا الجيلي فيش وبعدين السي ترتل كمان تروح واكله الجيلي فيش كده، تمام كده علشان نعمل فود تشين. انا كده بقى عملت فود تشين من هنا لهنا ومن هنا لهنا عملت فود تشين، طبعا الكلام ده اي كلام، اوكي صح كده تمام. The sea turtle can differentiate، تقدر تفرق between the plastic and the jellyfish، لا مش تقدر، هتاكل ده وده على انهم حاجه واحده، هي مش هتقدر تفرق. وفعلا يا شباب انا عايزكم بس تتخيلوا فعلا يعني مخها الصغير ده يعني لا تمشي، ها تمشي، مش بتكلم على حاجه بعيده يعني. اوكي طيب both of jellyfish and the sea turtle are consumer، ها both of jellyfish and the sea turtle ركزوا لو سمحت are consumer، ما قلناهاش في المنهج، ايوه ما قلناهاش في المنهج عادي فكر اوكي تمام. طبعا الكلام ده ترو، هو في حد فيهم كان سينسيسايز اتس اون فود، الجيلي فيش ده بيروح يصطاد برضه السمك بتاعه او الفود بتاعه، بيفتح الحته دي كده ويروح مدخل السمكه جواها ولا ايا كان اللي هياكله يعني، تمام كده دخله جواها وانجست ايت عادي جدا، فهو كونسيومر زيه زي السي ترتل، صح كده؟ اعتقد ال 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 الليسون ده مهم وسهل في نفس الوقت، اتمنى ان تكون الاسئله اتحلت بصوره جيده، اتمنى لكم التوفيق دائما، نتقابل في ليسون 5، الى اللقاء والسلام عليكم.